ديما مرحبا بيكم الناس الكل. اليوم جيتكم بروسيت ابان جاتو والوت، نجمو تذوقوه سهل وبنين ويحضر في دقيقتين. يلا مع بعضنا نشوفوا الروسيت. دونك اول حاجه باش ناخذوا 5 كعبة عظم، نزيدوه 200 غرام سكر، ركذوهم بالقدي بالقدي كل شيء يتخلط مع بعضه. او ميم طون ناخذوا 200 غرام شوكولا نوار نذوبوها ونزيدوا عليها 180 غرام زبده. دونك نخلطوهم بالقدي اللي يتحلوا في بعضهم، نخليوها تبرد شويه على جنب، ومن بعد باش نصبوها فوق الميلونج نتاع السكر والعظم. وبيان سور لازم نخلطوها بالقدي بالقدي. نزيدوهم 40 غرام فارينة، نزيدوا عليها 50 غرام لي كونسونطري. نخلطوا البريباراسيون الكل كامله، من بعد نصبوها في مول ونخليوها ترتاح في الكونجيلاتور تقريب ساعه. من بعد نطيبوها 15 دقيقة على 180 درجة. كيف يتيب الجاتو نتاعنا نخرجوه ونخليوه يبرد ساعتين في الفريجيدير، وبعد نقصوه ناكلو. صحة بشفاء للناس الكل، وإن شاء الله تعجبكم الروسيت.